من شاطئ المحيط الأطلسي في ستاتن آيلاند ساوث بيتش أنقل لكم هذا الفيديو. صباح الخميس 20/6/2013. ما شاء الله المحيط هادي هلا باتجاه الشمس وباتجاه البرزانو بريدج، وهذه منطقة الأعلام والشغل جاري فيها على قدم وساق في عمل منتزه نوافير، وهي الجرافات جاهزة، لسه الشغل ما بلش لأنها لسه الساعة بكير. وهاي شواطئ نيوجيرسي مبينة وظاهرة إلى العين. طقس اليوم مبين حامي. يا الله، نكتفي بهذا ونستودعكم الله. ما في شيء جديد اللي نحط لكم اياه، لان لا نزال في هذه المنطقة. والسلام عليكم.